كندوسي مكمل مع الاهلي ولا ماشي؟ لا بنسبة كبيرة ماشي، وعنده عرضين يمكن من الجزائر ولحد دلوقتي بس ما استقروش هل يطلع إعارة ولا بيع نهائي، لكن كندوسي بنسبة كبيرة جدا ماشي. كريم نادي ده رجع الأهلي ولا هيرجع فين؟ هو لحد دلوقتي موجود أو رجع خلاص للنادي الأهلي، هيكمل بقى مع الأهلي. مرسيكو لسه ما بتش في موقف، اللي بت فيه وقعد معاه واتكلم معاه كان صلاح محسن، وبالمناسبة مرسيكو قعد مع إمام عاشور برضه واتكلم معاه، وبالمناسبة برضه إمام عاشور النهارده كان بدأ، يمكن هو كان جه بعد ماتش حرس حدودي يعمل تأهيل في النادي الأهلي، والنهارده اتمرن مع اللعيبة المستبعدة في ملعب مختار التتش، وكان طالب انه يتأهل يعني حاجة تخصصي مع نفسه، والأهلي رفض وماشي ببرنامج علاجي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة. فلحد دلوقتي كريم نيدفيد مفيش مكمل أو هيلعب، لكن أنا اللي عارفه إنه هيبقى موجود مع الفريق بنسبة كبيرة، ومارسيل كولر اللي هيحسم الأمر ده زيه زي صلاح محسن. عظيم.